دابا الخصاص المول البشري اللي كنعاني منه واش عندنا يجي الحق الجزير يا مسؤول يا وزير يا مسؤول وهذا الشيء ماشي معقول. دعت الجامعه الوطنيه للصحه المنضويه تحت الوقت هذا المنشور الى وقفه احتجاجيه انذاريه رمزيه للقرار المتسرع والمتعجرف ديال السيد الوزير الذي اقر بين ليله وضحاها تعليق الرخص السنويه، بل اكثر من ذلك دعا الاخوان اللي كانوا استفدوا من العطل السنويه الى الالتحاق في اجل 48 ساعه. اذا حنا كنعتبروا هذا القرار اللي هو قرار ارتجالي متسرع، لان لا يعقل ان السيد الوزير كيجي في واحد المنشور وزاري كيدعي فيه الى الترخيص الرخص السنويه ابتداء من نهار 13 في شهر 7 لمده ديال 10 ايام، وكنجيو نهار 3 في شهر 8 يعني في غضوض ديال واحد 15 يوم، وكنلغيو هذا القرار. وشكون الضحيه ديالو؟ هي الضحيه ديال الاطر الصحيه اللي في حقها ما كتستاهلش هذا الشيء. الاطر الصحيه كانت تستاهل تحفيزات اكثر، كنا كنستافدوا تحفيزات ديال كوفيد 19 اللي ما عرفنا فين مشات، كنا كنستافدوا تحفيزات اللي معنويه على الاقل الاطر الصحيه تاخذ العطل السنويه ديالهم، ولكن الرؤيه ديال الوزير هذه رؤيه مخالفه وما خدا حتى شي ايد من الشركاء الاجتماعيين. دكتور رشيد، المراسله اللي تنشرت البارح على مواقع التواصل الاجتماعي ديال ان الشغيله الصحه خصها تلتحق في غضون 48 ساعه خلعت الناس، وقالوا واش كاينين حاله طوارئ داخل حاله الطوارئ؟ اذا ملي كيجي الوزير وكيخرج بواحد القرار اللي هو كما قلنا متسرع وكيدعي فيه الى الغاء الرخص السنويه وضروره التحاق الاخرين المستفيدين منها، يعني هذا تقول بانه كاينه شي حاجه في الخفاء. وحنا الشيء اللي كانت شي حاجه خاص الوزير خصو يصرح بها، خاص الحكومه تصرح بها، خاص المواطن يكون عارفها. اذا ما هاد القرارات كتخلع المواطن وكتخلع حتى الموظف. الاخوان البارح تفاجئوا، كاين الاخوان دابا اللي مشاو مريزيرفين مع وليداتهم اللي كيتسناو شنو الذنب ديالهم، والبارح كان كتعيط لهم الاداره كتقول لهم خصكم تلتحقوا. اذا انا كنت نسميوه عبث، ولكن انا اللي حز نفسي هو اننا الاطر الصحيه استبشرت واحد الخير وواحد بعد الخطاب الملكي ديال صاحب الجلاله ديال في عيد العرش الاخير انه اشاد بتضحيات الجسام، وباعتبار الاطر الصحيه هي قوه عموميه في التصدي لهذا الوباء، كيجي الوزير وكيصدر هذا القرار هذا اللي كنعتبروا انه كيضرب على الحائط ديال كل شيء القرارات، ولا حول ولا قوه الا بالله. شكر ملكي وتعسف وزاري، واش هذا الشيء احبط الشغيله الصحه؟ نعم، هذا الشيء احبط الشغيله الصحيه. لا يعقل انه يكون شكر ملكي في 31 في شهر 7 وكنجيو 3 في شهر 8 وكنديروا واحد القرار اللي هو يحبط الشغيله الصحيه. اذا هذا الشيء راه ماشي معقول. حنا تنقول لهم هذا المنبر ان الوزاره كتعيش واحد الارتجالي اللي ما عمرنا عشناها، الوزاره كتعيش واحد القرارات اللي هي متسرعه ما عمرنا عشناها، المنظومه الصحيه في تراجع في تراجع في تراجع، وكنطلبوا التدخل ديال المسؤولين، لان هذا الشيء ما يمكنش تخلصوا الاطر الصحيه. الاطر الصحيه هي دافعت بالراخص والنفيس من شهر 3 وهي في الصفوف الاماميه، وكانت كتصنع تحفيزات اللي هي معنويه، ولكن القرارات ديال الوزير ما كتزيدهم الا احباط، ما كتزيدهم الا 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 الا, إلا, 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 إلا فشل في المعنويات ديالهم، وشي لا يبشروا بالخير. هذا الشيء ربما كيدعي الى اتخاذ قرارات اخرى، قرارات كبرى من طرف الشركاء الاجتماعيين، اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون الجامعه الوطنيه للصحه والتعاون المغربي للشغل ان شاء الله في العاجل القريب غتاخذ قرارات للتصدي لمثل هذا القرار. غتصعدوا؟ التصعيد جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان ما يمكنناش نسمحوا في الاطر الصحيه خصوصا في ظل هذه الجائحه. هذه الاطر الصحيه كتضحي من جانب ونجدوا نزيد التعسفات من جانب اخر. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم الجامعه الوطنيه للصحه ما غاديش تخلى الاطر ديالها. الجامعه الصحه الاتحاد المغربي للشغل هي ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون سند ديال الاطر الصحيه، وما عمرها غتخلي عليهم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي 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 يكون واحد التصعيد اللي هو خطير الرحمن الرحيم. خرج هذا الوزير وما كاين غير الصدمات وما كاين غير الترجعات. دكتور رشيد، انتم كاطار نقابي اشنو كتقولوا في هذه القنبله ديال الاقالات؟ وحنا في دول اخرى كنشوفوا الناس كيستدعيوا الاطباء والاطر الصحيه اللي خدات التقاعد ديالها. اذا حنا ملي كنشوفوا هذه الاقالات اللي كطيح بين كل نهار، بحال كنقولوا لعباد الله راه حنا عندنا ما يكفي من الاطر من المسؤولين اللي تسير هذا القطاع في جميع المناطق، وعندنا ما يكفي من الاطر الصحيه، لان
اللي تقدر تصدر الجائحة. الوغ كو كاين العكس، هو أكبر مشكل، وأكبر مشكل اللي كنا كندويو فيه منذ عقود، هو أنه قلة، أنه كاين واحد نقص حاد في الموارد البشرية. ملي كنقول نقص حاد الموارد البشرية، راه لا 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 لا, لا 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 على مستوى التسيير، ولا على مستوى الخدمات العلاجية داخل المصالح. إذا تنقولوا للسيد الوزير، راه حنا كنعانيو من قلة الموارد البشرية. هذه ماشي وقت الإقالات، والجائحة ماشي وقت الإقالات. كل واحد يستافد من داكشي اللي عنده نقدروا نستافدوا منه. ما ملي كتقيل، يعني أنت كتحاول، عندنا مشكل كتحاول تخلق مشكل. ولكن عاوتاني جدير بالذكر، هو أن الوزارة خطات واحد القرار، أنها عيطت على الطلبة تروازيام ودوزيام أني أنهم يجيو تما يتصدوا الجائحة. ألوغ عندنا معطلين اللي نقدروا ندمجوهم ونخدموهم ونستافدوا من المناصب المالية ديالهم، ويقدروا باقيين ديجون ويقدروا يكون عندهم واحد العطاء كبير للتصدي للجائحة. إذا تنقولوا هذه هذا ما الا هو الا مظهر من مظاهر الارتجاليه والعبث اللي كتعيش الوزاره، والمنظومه الصحيه راه في تراجع وفي تراجع وفي تراجع، اللي هو خطير 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 جدا. دكتور رشيد، انتم شريك اجتماعي مع الوزاره في التدبير ديال الامور ديال الشغيله. اليوم كاع اللقاءات والتصريحات اللي كيدير السيد الوزير تيقول الاطر الطبيه، الاطر الشبه طبيه، ولا الممرضين ولا المساعدين، واش ما داخلينش في هذا الاسم هذا ولا في هذه التسميه، ولا واش نساهم السيد الوزير؟ قطاع الصحه فيه مجموعه من الفئات، عفوا ما يقارب على 13 فئه. من تنقول وزاره الصحه، هي وزاره الطبيب، هي وزاره الممرض، هي وزاره الاداري اللي فيه التقني، فيه المتصرف، فيه المساعد التقني، فيه مساعد مجموعه من الاطر. اذا هذا واحد المصطلح اللي السيد الوزير باقي ما بغاش يدخل ليه للدماغ ديالو، ما عندوش في القاموس ديالو، بينما تنقولوا هذه الاطر الصحيه يعني فيها جميع الفئات. ما تنقولوش اطر طبيه، يعني تنقولوا اطر طبيه يعني كتعني بها غير الطبيب. وهاد الوزاره راه فيها 13 فئه، و13 فئه كلها كتأدي المهام ديالها وكلها كتضحي. ما يمكنناش نستنيو هاد الفئه وهاد الفئه. تحيه للاطباء، تحيه للممرضين، تحيه للاداريين بمختلف فئاتهم، فيهم مهندسين، فيهم مساعدون طبيون، يعني مجموعه من الفئات، كل واحد كيضحي بالكفاءات اللي عنده وباختصاص اللي عنده. اذا ما يمكنناش نشدوا ونختصروا كل هذا القطاع ونقولوا هذه اطر طبيه، بالعكس هذه اطر صحيه اللي فيها مجموعه من الفئات. الجيش الابيض كما واجه بكورونا بقلب قوي، غادي يواجه اللي يسعى انه يحيد ليه المكتسبات ديالو. احنا 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 الجيش الابيض ان شاء الله الرحمن الرحيم ابان عن 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 عن, عن واحد, واحد 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 القدرات هائله في التصدي لهذه الجائحه. كان الصفوف الاماميه، وما خذلش ما خذلش ما خذلش المواطنين، ما خذلش ما خذلش ما خذلش النداء ديال 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 ديال, ديال, ديال الوطن. وكذلك احنا ما غنسمعوا حتى شي واحد كيف ما كان، لا وزير ولا اللي بغى يكون، انه يمس من حقوق ومكتسبات ديال الاطر الصحيه كيف ما كان كيف ما كان. وحنا كنعتبروا هذا الغاء وتعليق الرخص السنويه هو مس بكرامة الأطر الصحية بمختلف فئاتها بوزارة الصحة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.